فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض الناس في صلاة الظهر أو العصر نسمعهم أحياناً يرتلون القراءة حتى بعض الناس في صلاة الظهر أو العصر نسمعهم أحياناً يرتلون القراءة حتى إن من بجانبهم يعرف ماذا يقرؤون، فهل فعلهم هذا مشروع؟ لا يجوز هذا، لا يجوز أنهم يجهرون بالقراءة بما يشوش على المصلين. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.